الكاميرا بس. شيخ فيصل تفضل. أبا أنس. شيخ فيصل. أبا أنس تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أحد الأخوة وعدناه وعد الشيخ بالصباح بهدية قرآن أين هو هذا التوزيع؟ لا أنت وعدته أظن في قرآن لا 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 ليس القرآن أعطيك شيء آخر أيضا خذ القرآن وهناك شيء آخر طيب وأنت وعبد الإله ووليد عبد الإله والشيخ وليد وأيضا طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على هديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد أيها الأحبة الكرام قبل أن نعرض الأسئلة على فضيلة الشيخ أريد أن أبشركم بشارة أن إحدى الأخوات اللواتي يعني أدخل الله الإسلام في قلبها تريد أن تعلن إسلامها في هذا المركز إن شاء الله بعد صلاة العصر وطلبت من الأخ أن يأتي بها يعني متجلببة وتضع الإشارة على رأسها الغطاء إن شاء الله أيها الإخوة الأحبة نريد أن نفرح مع هذه الأخت ونريد أن ينتشر الإسلام وأن يثبت الله جل وعلا المسلمين أولا وأن ينشر ربنا الإسلام في هذا الأماكن أسأل الله جل وعلا أن يعني يرينا نصرا قريبا عزيزا لدينه أيها الأحبة الكرام وأبدأ بالأسئلة وأعرضها على فضيلة الشيخ فيصل حفظه الله وأنا أريد أن أختصر الأسئلة المشتركة هنالك مجموعة من الأسئلة فيها اشتراك وسؤال بل أكثر من سؤال جاء إلى فضيلة الشيخ وهذا السؤال بحكم وهو سؤال متكرر لكن أريد أن يعاد الإجابة عليه حتى يستفيد منه الناس إنسان ابتلي فاشترى بيتا ربويا أو بيتا من الله البنك أعلم. الله أعلم أجبنا عنه الفجر أجبت عليه لا الله أعلم لأن البنوك الربوية العلم عند ربي طيب. خاصة هنا طيب بالنسبة للسؤال الآخر رجل بعث لي رسالة هنا يقول أن أباه يريد أن يزوجه من بنت وهذه البنت غير ملتزمة تسمع الغناء وتشاهد الأفلام إلى آخره وهو لا يريدها فنريد من فضيلتكم أن توجهوا نصيحة إلى الآباء وإلى أولياء الأمور نفع الله الجميع يريد أن تزوج امرأة هي تسمع الأغاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد الغر المحجرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول ربنا جل وعلا كنتم خير أمة علق الخيري بماذا خير أمة أخرجت للناس بماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فالإنسان إذا أراد الزواج من أي امرأة لم يكمل من النساء إلا ما رحم ربي
إن طمعت بهداية هذه المرأة وإرشادها إلى الطريق الصواب، ليس هناك امرأة كاملة، خذها قاعدة. إن احتسبت الأجر مع هذه المرأة واتفقت معها قبل الزواج بأنني لا أحب الغناء، هذا محرم بلطف لا بأمر، بلطف، فإن قبلت فبها ونعمة. لعل الله يهدي هذه المرأة على يديك، إن كان أبوها مقصر معها في تربية وفي قضية الآن الغناء والسماح بمشاهدة الأفلام، لعل الله تعالى يجري الحق على لسانك فتكون سبب في هداية هذه المرأة. فخذها قاعدة من أحبك أحب دينك، وكن من الذين يقبلون الناس بهذا الدين لا ينفرون الناس عن الدين، والله تعالى أعلى وأعلم. أحسن الله إلى فضيلتكم. وهذا الأخ يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم الربا 71 بابا أدناها مثل أن ينكح الرجل أمة، فيقول ما هذه الأبواب، ويريد من فضيلتكم شيئا من التفصيل. لا ما جميلة جدا، صوتك جميل، ما بتعبك. لا ما في تعب. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الربا 72 بابا وليس واحد. أدنى الربا أي من عظم جريمة الربا. في مقابل هذا هنا مثال قاله نبينا عليه السلام، درهم ربا. بل قال عليه الصلاة والسلام، أين السؤال؟ هو السلام، أنا قرأته جيدا. الربا 72 بابا أدناها أن ينكح رجل أمة. الآن مثال ذلك عندكم المخالفات المرورية، الذي لا يلبس حزام الأمان إيش المخالفة؟ مخالفة. والذي يعني يقتل رجل في السيارة أو يدهس رجل، هذه مخالفة. أقل الربا كأن يأتي رجل أمة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لأن يزني الرجل ب36 زنية أشد عند أن يزني بحليلة جاره. ليس بمراد إباحة الزنا وتخفيف أمر الزنا، لأن الأمر جلل عظيم. الربا من أعظم الكبائر عند الله جل وعلا. وما ترى آية في كتاب الله أعظم من آية الربا. وهذا أيها الحب، ليس هناك جريمة توعدها ربنا جل وعلا بالعذاب الأليم أو السخط كالربا. يقول عليه الصلاة والسلام كما ذكر السائل قبل قليل، درهم ربا. بل يقول عليه الصلاة والسلام يؤتى بالمرابي يوم القيامة، الله تعالى يعطيه السيف، يقول حاربني كما كنت حاربني في الدنيا. وليس هناك أعظم من جريمة الربا، نسأل الله السلامة والعافية. تريد تقرأ وحدك شيخ؟ لا 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 لك. طيب، هذا السائل يسأل يقول ما حكم الأخذ من اللحية طولا أو عرضا، تقصير من اللحية طولا أو عرضا؟ قلتها وأعيدها، قبل اللحية أخلاق اللحية، وقبل الحجاب أخلاق الحجاب، وقبل النقاب أخلاق النقاب. ولا يفهم أن الحجاب ليس بواجب واللحية ليست بواجبة، واجبة، يحرم حلقها والأخذ منها باتفاق الأئمة الأربعة، لكن قبل اللحية أخلاق اللحية. كم من الناس يربي لحيته ويسيء للمسلمين ويسيء للالتزام ويسيء للسلفية كما يقول، ويسيء هذا أفسد. وكنت مرة في بريطانيا، دخل رجل للأسف ملتحي، كما يقول الشيخ أبو إسحاق الحويني لحيته تنفع تتحط على عالم، لحيته بتاع عالم ما شاء الله، لحيها هنا، وزوجته منتقبة، منقبة وعباء وجلباب. دخل سوبر ماركت يهودي اسمه سينسبري، فدخل هذا الملتحي وأخذ يسرق ويسرق وزوجته تسرق تحت العباءة. فلما قبض عند الباب قال هذه غنائم حرب وأنتم كفار وحلال علينا سرقتكم وليس هناك كذا. فلما قال أدينكم يأمر بذلك، قال وأيضا نزني بنسائكم حلال. بالله عليك، صور في جريدة البريطانية والملتحين يفعلون والمسلمين، أهذا يمثل الدين؟ هذا لحية لو يحلقها أهون عند الله، وهذا أساء. وقبل اللحية أخلاق اللحية، وقبل النقاب أخلاق النقاب. ولا يفهم التساهل بذلك، لا، هي واجب يحرم حلقها، ولا ينبغي الإنسان أن يسيء لدين الله جل وعلا لا إله إلا هو.
لكن بالنسبة للشيخ للأخذ طولا وعرضا لا يصح يأخذ منها إلا ما زاد عن القبضة, إلا ما زاد عن القبضة, وهو فعل ابن عمر وأبو هريرة وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, علما بأمن قال أنه لا يؤخذ منها مطلقا. الدليل, الدليلك ما تقبض, ما هو الدليل؟ ها؟ وفروا اللحى أطلقوا اللحى. من الذي روى الحديث؟ كل الذين رووا أحاديث اللحية كلهم قبضوا, كل الذين رووا أطلقوا اللحى أعفوا اللحى أرخوا اللحى كل الرواة كان يقبضون, ما زاد على القبضة يقبض منها كل الذين رووا أحاديث الإطلاق والإعفاء, والله أعلى وأعلم. والنبي عليه السلام لحيته لم تكن طويلة, كانت لحيته كثة, فرق بين الكثة. الآن الشيخ عبد الرحمن لحيته طويلة أم كثة؟ كثة, واضح؟ فالكثة تكون كانت ترى من خلف الصف, كان إذا صلى ترى لحيته, حتى أن بلال قال لما سئل أكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الظهر والعصر؟ قال نعم. قال يا بلال كيف عرفت؟ قال باضطراب لحيته, كانت كثة ترى من خلف الصف بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إلى فضيلة الشيخ, وهذا سؤال يسأل يقول كم عدد الأيام التي يجوز, هو قال يجب, كم عدد الأيام التي يجب على المسافر التقصير في الصلاة فيما من عندي وصوله أو من عندي وصوله للمكان الذي يقصد إليه السفر؟ يعني يسأل الشيخ عن أيام جواز القصر. اختلف الفقهاء في قضية المسافر الذي يقصر ويجمع. الحنابلة قالوا 3 أيام, وبعضهم قال بخلاف يوم الدخول والخروج يعني 5 أيام, يوم الدخول يوم الخروج 3 أيام, واجتهادات كثيرة. وأصح الأقوال والله أعلى وأعلم أنك عرفا متى كنت مسافرا جاز لك القصر وجاز لك الجمع. الذين قالوا 70 كيلا اجتهاد, وقول الراجح متى ما سميت مسافرا تقصر وتجمع, من حدود المغرب إلى أسبانيا 15 كيلو, صح؟ من المغرب إلى أسبانيا في البحر, هل تسمى مسافرا؟ مسافرا. تقول يا شيخ 70 كيلا, لا, عرفا. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عرفا أنت مسافر تقصر وتجمع. قال الله تعالى في سورة النساء الآية 101 قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فما حق عليك أنك مسافر لو طالت المدة. أنا أتيت من المغرب العربي إلى أسبانيا, أريد أن أبيع تجارة, عندي بضاعة, أريد أن أتي إلى علاج لي حاجة, ما نويت الإقامة المطلقة, أنا مسافر ولو طالت بي المدة, أتيت لهنا من أجل الدراسة. فهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية, واختيار شيخنا الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين أنك ما زلت اسمك مسافر. واحد سألني أظن البارحة, أنا ناسي فين, نعم, لما كنا في أحد المناطق رحمكم الله, أنت الآن لك بيت هنا في أسبانيا ولك بيت في المغرب, كيف يقصر ويجمع؟ فقط في الطريق, وصل أسبانيا مقيم, وصل المغرب مقيم, هذا بلده وهذا بلده. إذا كان له بيت وعنده إقامة وعنده كذا يكون فقط مسافر فيما بين ذلك بين البلدين, والله أعلى وأعلم. أحسن الله إلى فضيلتكم. ونريد أن نأخذ أيضا أسئلة النساء, هذه أظنها سائلة تقول ما حكم دخول المرأة الحائض للمسجد لكي تستمع للدروس والمحاضرات؟ أحسن الله إلى فضيلة الشيخ. لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد إلا إذا خشيت على نفسها أنها يعني يعتدي عليها رجل أو خافت من عدو, جاز لها أن تدخل المسجد بشرط تتحفظ كي لا يقع منها أي شيء من الدم وتنجس المسجد, والله أعلى وأعلم. أحسن الله إلى فضيلتكم. وأيضا سؤال يتعلق بالنساء, يسأل أو تسأل السائلة تقول ما حكم لبس المرأة للجوارب في الصلاة؟ يعني كأنها تسأل هل ظاهر القدمين أو قدمي المرأة عورة؟ نعم, في الصلاة المرأة تغطي قدميها على قول, وهو القول الراجح أنها تغطي قدميها,
لكن لو لبست قفازين لبست جوربين لها ذلك ولا حرج إن شاء الله، كأن تلبس القفازين. قفازين أم جوربين تقول؟ لا الجوارب. الجوارب نعم. لو اضطرت أن تلبس قفازين لضرر كما قلنا للرجال بعضكم يكون فيه مرض جلدي ومنع من لمس الأرض، أو على يديه شاش، أو رجل يصلي ويضع الطاقية ها هنا ويسجد على الطاقية كمثال، هذه الحوائل هل تعد حائلة من السجود؟ لا يعد حائلا، لأنك تسجد على الأرض وهناك الفراش، لا حرج بذلك. فالأولى المرأة لا شك أن تنزع وتغطي كحال المحرمة، تغطي يدها بعبائتها كما ثبت من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إلى فضيلته إلى فضيلة الشيخ. أيضا هذه مجموعة من الأسئلة أيها الأخوة الأحبة وصلتني، وكلها يدور حول محور واحد، وهي قضايا انتشار فاحشة الزنا، نسأل الله العفو والعافية. فنريد من فضيلة الشيخ أن يوجه المسلمين محذرا ومبينا عواقب هذه المسألة. وسائل على نفس المنوال يقول أنه أنجب والعياذ بالله بنتا من الزنا، ثم ترك البنت ولا يدري أين هي، ونريد من فضيلته أن يوجه التوجيهات المسددة في هذا الباب. الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياه. أنا أعتذر عن السؤال الثاني، لكن جريمة الزنا قرأناها ربنا جل وعلا بالشرك. سورة الفرقان يقول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا. لاحظ الثلاثة: شرك وقتل وزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. كيف قرن ربنا جل وعلا القتل بالشرك بالزنا لعظم هذا الشيء؟ يقول لي رجل ذهب إلى دولة مشهورة ومنتشر فيها الزنا في شرق آسيا، فلما أراد أن يقع على امرأة من زنا، المرأة بوذية، فلما أراد أن يقع عليها كما يقع الرجل على زوجي قالت: انتظر انتظر. يقول: خفت. قلت: وما شأنك؟ قالت: إلهي، الإله الصنم وضع على الطاولة هكذا. قالت: انتظر حتى إلهي لا يراني. أخذت الإله وغطته بخرقة، قالت: الآن نزني ونفعل ما نشاء. لا تريد إلهها الذي خلق من صنم من حجر أن يراها، وربك جل وعلا يراك وأنت تزني، نعوذ بالله. جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه يقول عليه الصلاة والسلام: لا أعلمن أناس من أمتي يأتون يوم القيامة ولهم حسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعل الله جل وعلا هباء منثورا. من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وأنا أتمنى من نسائنا أن يتقون الله تعالى في أزواجهم. الزوج إذا أراد الحق الشرعي في التعدد وأراد أن يتزوج زوجة ثانية، وأقسم برب العرش، قالت لي امرأة متصلة تقول: زوجي يزني ولا يتزوج علي، أعوذ بالله. أهذه مؤمنة؟ محجبة منقبة تلبس جلباب وكذبت والله. الحجاب ما يكون بغطاء الرأس، حجاب عن النار، حجاب عن مناهي الله. تنهى الرجل أن يأتي حق من حقوق الله، التعدد سنة. فبعض النساء تأبى تقول: يقع بزنا ولا يدخل علي امرأة، وهذا لا يحل. فنوصي رجالنا بتقوى الله، لا يعدد إلا لمن كان له سبب، وهي سنة، مو بحكم الله تعدد سنة، لا، للقادر المستطيع، عنده مال، عنده بائع، عنده كذا، هنا يعدد. فالمرأة المؤمنة تتقي الله أن تحافظ على دين زوجها، وهذا هو الأولى والأحرى، والله أعلى وأعلم. وأيضا أحسن الله إلى فضيلة الشيخ، أيضا عدد من الأسئلة يعني تتكلم حول موضوع النظر المحرم والنظر إلى النساء. نريد فضيلة الشيخ أن يوجه نصيحة للرجال وللشباب خاصة في هذا الباب، نفع الله الجميع. العين تزني وزناها النظر، قال عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر، والنظرة سهم من سهام إبليس. أحد السلف
كان حافظا لكتاب الله عز وجل. فلما خرج من المسجد نظر إلى غلام أمرد، تعرفون غلام الأمرد، فنظر إليه كأن الشيطان وقع في نظره وينظر إليه وأطال النظر وهو ينظر إلى هذا الغلام. فشيخه قال: يا فلان ما تنظر؟ قلت: استغفر الله شيخ، يعني ما قصدت. قال: والله لا تجدن أثر هذه النظرة ولو بعد حين. يقول: في إحدى الليالي نمت فقمت من النوم فقد أنسيت القرآن كله. ويقول أحد السلف: حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أصبته، ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فغض البصر، وقل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن والله النظر يهلك ويفسد القرآن الذي معك. ويقول أحد السلف: والله إني أرى أثر ذنوبي على أخلاق زوجتي وتعثر دابتي. فعليكم بتقوى الله جل وعلا، لا إله إلا هو. أحسن الله إلى فضيلة الشيخ. هنا ملاحظة بالنسبة للنساء، أنهن ينزل أو يسقطن أسئلتهن ولا يعني ولا ندري أين تذهب، فنرجو من أخواتنا أن يرسلن الأسئلة مع إحدى البنات الصغيرات حتى نعرضها على أصحاب الفضيلة. وأيضا هنا بعض الطلبات تقول أن النساء لا يفهمن العربية ويردن الترجمة إلى اللغة الأمازيغية. إن شاء الله سنحاول مرات أخرى أن نأتي بأحد الإخوة الذي يتكلم الريفية ويترجم. أسأل الله أن ينفع الجميع وأن يصلح الجميع. طيب، أيضا شيخ فيصل، هذه يعني بعض الطلبات من النساء يتكلمن حول يعني شروط لباس المرأة ونصيحة للنساء في قضية اللباس وآداب اللباس الشرعي الإسلامي. لباس المرأة الشرعي لباس داخلي ولباس خارجي. اللباس الداخلي ما كان في القلب وما حوى، وهو الحياء. المرأة بلا حياء كشجرة بلا أوراق. وقد امتدح الله جل وعلا امرأة في القرآن بصفة: وجاءت إحداهما تمشي على حياء أم استحياء؟ ما الفرق؟ السين والتاء للطلب. لاحظ سؤالين، سؤال وسؤال. رجل تقيأ في رمضان صيامه صحيح، رجل استقاء في رمضان صيامه باطل، ما الفرق؟ السين والتاء هو استقاء أي طلب القي، تقيأ من نفسه، وجاءت إحداهما تمشي على استحياء، على حياءها، هناك حياء أكثر. تقول لموسى: إذا رمت الحجر يمين يعني يمين شمال؟ أحد الأخوة يقول: يا شيخ أنا تزوجت امرأة ما شاء الله تلبس خمار طويل، ووالله لسانها أطول من خمارها، والله أطول من عباءتها، يمكن سليطة اللسان يعني سيئة المعشر، إذا نظرت إليها قلت: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم حولينا ولا علينا. اي نعم، اللهم حولينا ولا علينا. فهذه كيف تكون محجبة منقبة؟ حياء اللسان، حياء القلب، هيبة الرجل، من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك. يعني أمس كنت في يعني أحل مشكلة زوجين في إحدى المناطق. أمس إيش اسم المنطقة دي أمس؟ أنت فين في خطبة الجمعة؟ ما نسيت اسمها. يقول لي رجل: شيخ زوجتي تضربني وتقول لي أنت حمار. قلت: الله أكبر، من؟ قال: الزوجة تضربني وتقول أجلكم الله أنت حمار. هذه مرأة؟ يقول: شيخ منقبة محجبة. قلت يعني ما أدري، لا أقضي بين امرأتين، لا أقضي بين امرأتين، ما أظن الرجول بلغت إلى هذا الحد أن الرجل زوجته تضربه وتقول ما تقول. فالمرأة حجابها الأصلي الحياء، تمشي بين الرجال بحياء. السوداء التي كانت تصرع فقالت: يا نبي الله إني أصرع، أدعو الله أن يشفيني.
فقال لها نبينا عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله يعافيك يعافيك الآن، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت له: والله أصبر، لكن ادعو الله ألا أتكشف، لما أسقط تبان يدي وذراعي. فدعا لها ألا تتكشف. أما اللباس الخارجي لا يكون مزين، لا يكون فيه ألوان كثيرة، ما يكون ضيق، يكون فضفاض واسعا، لا يبين مفاتن المرأة، لأن بعض النساء تظن الحجاب فقط الشعر، وتلبس البنطال الضيق، وتلبس جسم مخصر مفصل، وهذا ليس بحجاب مرأة، وهذا فتنة أشد من أن المرأة تكشف عن شعرها، والله أعلى وأعلم. أحسن الله إلى فضيلة الشيخ. وأيضا هذه يعني أكثر من رسالة جاءتني اليوم والبارحة، يعني من النساء يتكلمن فيها أن آباءهم وأمهاتهم يجبرنهن على أن يتزوجن من شباب معينين، وهم لا يريدن هذا الشاب. من الذي لا يريد؟ النساء. البنت. فنريد من فضيلتكم أن نوجه نصيحة للآباء والأمهات في هذه القضية. لا لا، أنا أوجه نصيحة للبنات بسماع كلام آبائهم وأمهاتهم، لأن بعض البنت تريد شاب وسيم جسم رياضي كذا، هي لا تعلم أنه مهدوم من الداخل. وأما الأب يرى من الرجل، ونحن رجال نعرف بعض،